سيئة في المدن السورية المختلفة تنعكس على شكل أزمة اقتصادية خانقة على العاصمة دمشق، فارتفعت نسبة البطالة لأكثر من 25%، وبدأ السوريون بإنفاق مدخراتهم، بينما اتجه الأغنياء نحو شراء الذهب خوفا من انهيار سعر صرف العملة. المزيد في تقرير الزميلة ماريا شحاده. قبل عامين كان دكان أبو محمود الواقع في المدينة القديمة في دمشق مزدهرا، لكن اليوم ومع تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا واختفاء السياح تراجع عمله إلى أكثر من النصف بحسب ما يقول. تراجعت نسبة المبيعات نسبة 50%، لأنه أشياءنا كماليات، يعني أطعمة ولادي، أشياء سنوية مو أشياء تؤكل. في دمشق تسمع أصوات الحرب أكثر مما ترى، فهي لا تشهد اشتباكات مباشرة كما باقي المدن، لكن صوت القصف المدفعي وهدير الطائرات الحربية التي تستهدف ريفها باستمرار يسمع هنا، فالحرب نفسية واقتصادية حتى الآن. ضغوط علينا من برا، حصار اقتصادي علينا من برا، وضع اقتصادي كلنا نرجع لورا، لولا الضغوط كانت وضع احسن بكثير. سوق الذهب بالمقابل ازدهر منذ بداية الانتفاضة، فبالنسبة الى كثير من السوريين لا سيما الموظفين الذين باتوا عاطلين عن العمل، يتعلق الامر ببيع المجوهرات لتوفير الغذاء للعائلة، اما الاغنياء فيشترون هذا المعدن الثمين خوفا من انهيار قيمة الليرة السورية. حالة الاستقرار كان الشيء المبيع أكثر من الشراء، هلا انعكس صار الشراء أكثر من المبيع. اقتطع التضخم المرتفع في سوريا زهاء ثلث القدرة الشرائية للسوريين المعتادين على استقرار نسبي في الأسعار وسعر صرف الليرة، وتلقي السلطات السورية باللائمة على الحظر والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي تتهم النظام بقمع معارضيه. ماريا شحادة، MBC. مشاهدينا كونوا معنا، لدينا المزيد لكن بعد هذا الفاصل. خبراء يحذرون من أن داء السكري يقتل 3 سعوديين كل ساعتين، وجراحة جديدة للبروستات لا تعرض الرجال لسلس البول وتحافظ على حياتهم الجنسية.